النشأة كانت الولادة في منطقة الصابري، أحد المناطق بنغازي القديمة. توليت أيضا مهمة رئيس تحرير صحيفة الهلال، وهي صحيفة ثقافية تصدر عن نادي الهلال الرياضي من فترة 2012 تقريبا إلى 2014، ثم توقفت هذه الصحيفة. الحكاية بالذات والقصة لها مرجعية تعود إلى الحكايات الجادة. طبعا في بداياتنا في حياتنا الأولى لم يكن معروف مثلا التلفزيون أو غيره، كانت حدودنا هي حكاية الجدة وحكاية العجائز في المنطقة. بالإضافة إلى القاص أحمد إبراهيم الفقيه، إبراهيم الكوني، عمر الحاجي، محمد علي الشويهدي، الكثير الحقيقة من الأسماء التي طورت من الفن القصصي وجعلت من مستواه يعني يقترب أو في مستوى القصة في الوطن العربي ولا تختلف عنها، يعني هم يعني يعتبروا يعني من المطورين لهذا الجنس الأدبي اللي هو القصة القصيرة في ليبيا. ثم جاء جيل السبعينيات فعلا يعني، وكانت نقلة نوعية في القصة. كان هناك جيل من الشباب متحمس، كان متأثرا بالحداثة في القصة، أصبحت هناك موائمة ما بين القصة وما بين الشعر. هناك قاصة الحقيقة وإن كتب مبكرا، وهي مجموعة وحيدة بعنوان فتاة على رصيف مبلل، وهو الكاتب عبد الله الخوجة. يعني هذا الكاتب كتب نصوصا صدرت مجموعته عام 1965، ولكن كانت مختلفة جدا وكانت متطورة وكانت يعني تختلف عن القصة السائدة سواء في ليبيا أو الوطن العربي، بل نعتبرها هي كانت البداية للقصة المكثفة، القصة الشعرية، القصة القصيرة والقصيرة جدا. يعتبر عبد الله الخوجة بهذه المجموعة هو رائد في هذا المجال بدون شك، حتى أن في مقدمته كتب هذه مخاطرة للتعامل معكم. فعلا كانت مخاطرة، وأغلب النقاد وأغلب الكتاب رفضوا هذه النصوص لشكلها المغاير والمختلف عن السائد. وفعلا الآن اكتشفنا فعلا أن عبد الله الخوجة يعني كان متطور في نصه في تلك الفترة عن النصوص المزامنة له في تلك المرحلة. في جيل السبعينيات طبعا كما ذكرت تأثر الكتاب بالحركة الثقافية في الوطن العربي طبعا بشكل عام، وظهور كثير من الأسماء ومن الكتاب والأدباء في الوطن العربي جعل من القصة الليبية تلتحم وتستفيد من القصة العربية. أيضا حركة الترجمة كانت من في بيروت كانت مزدهرة جدا، وهذا أثر يعني في القصة. أيضا المجلات التي كانت مهتمة بنشر النصوص القصصية مثل مجلة الهلال المصرية، مثل مجلة العربي الكويتية، مثل الأديب اللبنانية، الأداب اللبنانية، هذه المجلات ساهمت في تطور القصة وفي الاهتمام بها وبالتركيز عليها، حتى أصبح القصة القصيرة في فترة السبعينيات أكثر انتشاراً
وأكثر إقبالاً من القراء من الرواية ومن الشعر. قصة قصيرة في السبعينيات كان يعني فعلاً لها حضور واضح، حضور كبير جداً يعني على المستوى. في تلك الفترة ظهرت مجموعة من الأقلام ومن الأصوات المميزة فعلاً، أذكر منهم عمر الككلي، أذكر منهم عبد السلام المرحوم عبد السلام شهاب، فتحي نصيب، جمعة بوكليب، مجموعة من القصصين الذين اشتغلوا على القصة الحديثة. تلك الفترة كانت فعلاً، ثم ظهر القاص سالم العبار أضاف القصة فعلاً، يعني القصة المختصرة، القصة المكثفة، القصة الشعرية، ثم محمد الأصفر، ثم محمد مفتاح الزروق، كثير من الأسماء التي طورت القصة القصيرة وجعلت من القصة القصيرة قصة يعني بشكلها الفني المتكامل، بالإضافة إلى استمرار مجموعة الرواد السابقين من ضمنه كما ذكرت أحمد إبراهيم الفقيه، وين اتجه في الأخير إلى الرواية. أيضا هناك الكاتب خليفة حسين مصطفى، كان من الكتاب الحقيقة المميزين في القصة، الكاتب بشير الهاشمي، الكاتب علي الجحكي، الكثير من الكتاب ومن الأسماء، سالم الهنداوي أيضا أضاف للقصة في قصة قصيرة، حسين نصيب المالكي من طبرق، أستاذ جمعة الفاخري أيضا أضاف للقصة القصيرة، والقصة قصيرة جدا، يعني أسماء كثيرة يعني استطاعت أن 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 تساهم في تطوير القصة وتجعل من القصة الليبية قصة يعني متكاملة إبداعيا وفنيا، وترتقي بالمستوى القصصي أو الفن المشهد القصصي في ليبيا بشكل عام. هو الحقيقة الميزة اللي في الإبداع بشكل عام، سواء الشعر سواء القصة سواء الرواية، هو أن 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 لها استمرارية برغم كل ظروف، في أسوأ الظروف وفي أحسن الظروف دائما هناك إبداع. طالما هناك إنسان، طالما هناك حياة، هناك أدب، وهناك تجدد، وهناك أصوات جديدة. بمعنى أننا ممكن بقرار نصنع أي شيء، نصنع وظيفة بقرار، نصنع مصانع بقرار، ولكن بقرار لا تستطيع أن تصنع كاتبا أو قاصا أو شاعرا أو أديبا أو فنانا، ولا تعرف من سيأتي، لأن هناك يعني دائما تجدد في الحياة. طالما هناك حياة هناك أدب، والأدب الليبي طبعا يعني استمر برغم كل الظروف، سواء في الثمانينات سواء في الحقبة بعد ثورة فبراير. هناك أسماء وكتاب، وسواء في القصة سواء في الرواية سواء في الشعر، إذا يعني لا شيء يحد من 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 استمرارية الإبداع أو النص الأدبي. وهذا ما يحدث، أنا لا أستطيع أن أذكر جميع الأصوات أو جميع الأسماء، ولكن على سبيل المثال الآن الرواية الليبية بدأت تأخذ مكانها يعني ربما أكثر من القصة القصيرة في فترة العشر سنوات الأخيرة أو أكثر، لأن الرواية ربما الأحداث التي تحدث الآن وحدثت منذ عشر أو أكثر من عشر سنوات لا يمكن استيعابها واختصارها في القصة القصيرة فقط. هناك أحداث الآن أصبحت لها جذورها التاريخية ولها أبعادها النفسية ولها أبعادها السياسية. هذه التغيرات التي تحدث الآن في مجتمعنا الليبي أصبحت الرواية هي أكثر من
يستوعبها أكثر من القصة وربما أكثر من الشعر. وبذلك هناك روايات ظهرت يعني، وأغلب حتى كتاب القصة، أغلب كتاب القصة الآن اتجهوا إلى الرواية. مثلا محمد الأصفر اتجه إلى الرواية، إبراهيم الكوني اتجه إلى الرواية، هناك عائشة إبراهيم روائية يعني مميزة، هناك نجوى بن شتوان، هناك عبد الله الغزال، هناك غالية الزرعاني، بل أن الكثير من هؤلاء الآن فازوا بجوائز على مستوى الوطن العربي في الرواية. مثلا عبد الله الغزال فاز بدورتين في الخليج على أعمال روائية، نجوى بن شتوان عن رواياتها رشحت لجائزة البوكر في قوائمها، أيضا غالية يونس الزرعاني فازت منذ مثلا 6 شهور تقريبا أو أكثر بالجائزة الثانية لجائزة الطيب صالح في الرواية. فإذا هناك رواية في ليبيا تنضج، ورواية استطاعت أن تستوعب الأحداث. هناك الكاتب محمد الأصفر الآن رواياته منتشرة، الروائي وين يكتب باللغة الأجنبية هشام مطر، الكثير من الأسماء من الروائيين الجدد الذين لا أستطيع أن أحصرهم الآن، ولكن الإبداع والكتابة والأدب تسير وإن كانت الظروف سيئة، بالعكس هي تسير يعني بشكل جيد وتتقاطع مع المنتج أو المنجز الثقافي والأدبي في الوطن العربي، إذ لم يكن في العالم من حيث الالتقاء الإنساني في العمل الإبداعي يعني الليبي. لذلك أنا نستطيع أن نقول هناك جهود الآن في القصة، وهناك أصوات في القصة القصيرة، لم تنتهي القصة، وهناك من يكتب في القصة، خاصة قصة قصيرة جدا الآن. إذا كان رجعنا إلى شبكات التواصل الاجتماعي نجد الكثير من الشباب ومن الأصوات الجيدة في القصة القصيرة، والقصة قصيرة جدا، ينشرون إنتاجهم بشكل مستمر. أيضا نجد أن الاطلاع والقراءة بين الشباب منتشرة، وإن نعتقد نحن أن القراءة في ليبيا متذبذبة في هذه الظروف، بالعكس أنا مثلا أشاهد بعض المواقع نجد أن فعلا هناك إقبال على الكتب، وهناك آراء في الكتب، وهناك نقاط. صحيح قد تكون هناك ظروف الآن، لأن الإشكالية الآن اللي أصبحت تعددية التفسير، وهذا قد يضيق الخناق على الكاتب المبدع. أصبح الآن يعني إذا كان فصرناها بعدد الدكتاتوريات الآن ممكن أكثر من كل ميليشيا دكتاتورية، وكل فرد دكتاتوري، وكل راي عنده شكل، وكل مؤسسة. فأصبحت الآن يعني فعلا هناك يعني تضييق على الأدب والثقافة في هذه المرحلة، من حيث هناك تفسيرات وهناك أراء، وهناك أصبح المحظورات، وكل يفسر المحظور وفق وجهة نظري، وهذه مسألة خطيرة جدا في وجه الإبداع والفن يعني. ولكن أنا متفائل، الأدب دائما يجتاز أي مرحلة، سواء رواية سواء شعر سواء قصة، لأنه يمثل الحياة، ولا نستطيع نحن أن نلغي الحياة بأي شكل من أشكال القمع أو أشكال العنف أو أشكال القهر أو أشكال الإرهاب.
ده بالعكس يعني موجودة، يعني عندك ربما يعني الدكتورة رحاب شنيب في القصة، يعني من أصوات الحقيقة غالية الدرعاني، وإن اتجهت الآن وذكرتها سبق ذكرتها اتجهت إلى الرواية، كتبت القصة القصيرة. كانت هناك مرضية النعاس، كانت أول مجموعة نشرت إذا كان نشرت لعبد القادر بوهروس في عام 1957، في 1958 بعدها بسنة أول مجموعة قصصية نسائية كانت للزعيم الباروني في نفس الفترة. هناك الكثير من الكاتبات، مرضية النعاس، شريف القيادي، فوزية شلابي، الكثير من الأسماء النسائية. ولكن ربما في حديثي لم أشر إلى الكتابات النسائية، لأنني تحدثت عن فترة التأسيس والريادة في الستينيات، وكانت فعلا تلك الفترة باستثناء مجموعة زعيم الباروني كانت الأغلبية يعني من الرجال في تلك الفترة، يعني للأسف يعني. ولكن الآن لدينا كاتبات يعني مرموقات لهن يعني نصوصا، والآن نشر يعني ربما لأن فترة الأحداث الأخيرة وما حدث من تقسيمات في البلاد ومن عدم وجود دوريات تصل أو صحف أو مجلات، ربما هناك أسماء كثيرة من الكاتبات والكتاب في مناطق من ليبيا، ولكن لم أطلع على إنتاج. ولكن لا شك أن العنصر النسائي يشكل يعني جزء من المجتمع ومن تطوير الإبداع الأدبي، سواء في الرواية سواء في القصة سواء في الشعر. لدينا الكثير من الشاعرات ومن الأديبات من الروائيات، يعني ذكرت أن ثلاث روائيات يعني كان لهن يعني تميز في العمل الروائي. القصة كائن حي يراها، يعني يتطور بتطور الحياة، يعني طالما هناك حياة طالما هناك تطور في المجتمع، طالما هناك مستجدات، طالما هناك تواصل مع الأدب الإنساني والأدب العربي والأدب في أي مكان، فلا بد أن القصة تكون بخير، لأن كما ذكرت في السابق أن نستطيع أن نصنع أي شيء بقرار، ولكن لا نستطيع أن نحدد من يكون شاعرا السنة القادمة، من يكون مبدعا السنة القادمة، من يكون فنان السنة القادمة. نستطيع أن نحدد من يكون مهندس، من يكون دكتور، من يكون طبيب، من يكون، ولكن دائما المجتمعات ولادة ولأنك كما ذكرت يعني الأجناس الأدبية هي 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 صورة الفنية للحياة، لا يمكن أن نستغنى عنها، ونبدأ من حياتنا اليومية. هي حياتنا اليومية قصة من مماتنا من ولادتنا لعند وفاتنا قصة. إذن هذه التفاصيل الغائبة هي التي معنية بأن الكاتب يحاول يدرجها في نصوصه، وطالما هناك حياة يكون هناك أدب وهناك قصة. فأنا متفائل بشأن القصة، مهما كانت الظروف فالقصة ستتطور كما تطورت في أسوأ الظروف. إذا كان الدكتور وهبي البوري كتب القصة في العام 1934، أيام ما كانت المجاعات، كان الاحتلال الإيطالي، كانت الناس همومها في الجهاد، ولكن استطاع من خلال تلك الفترة أن يكتب قصة وصلت إلينا، وأصبح الآن هو من رواد القصة. فما بالك الآن في عصر الانفتاح وعصر المعلومات وعصر التقنية وعصر حتى الذين يتوهمون أنهم يستطيعوا منع وقمع الفكر الإنساني، لا يمكن في هذا العصر المفتوح. يعني تمنع كتاب فموجود في على صفحات التواصل الاجتماعي محمل وتستعد حمله، تمنع شريط. يعني المسألة الآن حتى مسألة الرقابة بمفهومها التقليدي هي مسألة سذاجة، يعني في بشكل أو بآخر في أي مجتمع الآن في هذا العالم المفتوح وهذا الفضاء المفتوح وهذه القنوات المفتوحة. فإذا هناك تلاحم
وهناك تقاطع بين التجارب الإنسانية. والمجتمع الليبي جزء من 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 من, من المجتمع الإنساني، وبالتالي ما يطرح على المجتمع الإنساني خاصة في الجانب الأدبي والثقافي سيكون له تأثير في التطور وفي التقدم، وبالتالي مستقبل القصة القصيرة مبشر، ومستقبل الرواية مبشر، مستقبل الشعر مبشر. بالنسبة للقصة الليبية وانتشارها، طبعا هذا يعود لعدة عوامل. إذا كان تحدثنا على القصة الليبية كمجموعات وإصدارات، طبعا الظروف التي مرت بها ليبيا خاصة في العشر سنوات الأخيرة شبه دور النشر، المطابع، نشر الكتاب، نشر القصة شبه مغيب لظروف الاقتصادية، ظروف السياسية، ظروف الاجتماعية، فكل هذا أثر. يعني بالعكس، هي كانت القصة الليبية في السنوات السابقة كانت مشاركة في جميع المعارض العربية، كانت موجودة. يعني نتذكر مجلس الثقافة العام، وزارة الثقافة، الكثير دور النشر الخاصة كانت تشارك في معرض القاهرة في كل دورة، يعني انتشار كامل. وكانت القصة يعني هناك إقبال عليها، صحيح هو إقبال محدود، ولكن بالقياس إلى تعداد السكان، يعني لما تنظر لتعداد السكان في ليبيا عدد يعني محدود. لما تشوف مثلا مصر تعدادها، يعني لا شك أن انتشار القصة في مصر حتكون أكثر. النقطة الثانية أن الليبيين من طبيعتهم شغفهم بمعرفة كل شيء عند الآخر، فبالتالي تجدنا مثلا في ليبيا نهتم بالقصة المصرية، بالقصة التونسية، بالقصة العراقية، تجدنا يعني نبحث عنها. بما أن في بعض الدول الأخرى ليس لديهم هذا الهم، ليس لديهم الاهتمام بالقصة الليبية، بالقصة الأخرى يعني. وهذه أحدثت فارق، يعني أحدثت فارق في أحدث فارق أن المثقف الليبي والكاتب الليبي تلقى لديه الإلمام بكم هائل من الكتب ومن القصص، بينما الكاتب من دولة أخرى مهتم يا إما بالأدب العالمي يا إما بأدب بلاده أو وطنه. هذا الفارق يعني في التعامل. النقطة الثانية، الآن الوسائل الآن الحديثة خاصة في السوشيال ميديا الآن أصبحت يعني حطمت الحواجز. يعني نجد أن مثلا تجد الكاتب الليبي مشترك في أكثر من منصة على مستوى الوطن العربي، ويشارك في التحكيم في لجان في مسابقات في الوطن العربي. تجد أن هناك مثلا بعض المواقع الأدبية والثقافية تجد فيها من كل الدول العربية، من ليبيا، من العراق، من تونس. فإذا هذه مرحلة أصبح هناك نوع من الانفتاح عن طريق التواصل، شبكات التواصل الاجتماعي لم يكن متاحا في السابق. يعني الآن يعني حتى الكتاب يعني تداول في 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 بلداننا نفسها، يعني أصبح قليل قياسا على استخدام وسائل شبكات التواصل الاجتماعي. فإذا المجال مفتوح. أين تكمن القصة أو تكمن المشكلة الآن؟ تكمن في أن الكاتب الليبي يتجاوز مرحلة الخوف والتقوقع ويحاول أن ينتشر عن طريق وسائل شبكات التواصل الاجتماعي، وبالتالي هذه تحقق للأدب الليبي انتشار وتعريف به. وهذه تجربة، يعني أنا تجربتي المتواضعة من خلال تواصلي مع عدد من المواقع الثقافية في الوطن العربي، ومن المواقع المهمة جدا مثل مؤسسة المختار، مثلا مجموعة تغريدات نخلة، مجموعة القصة القصيرة جدا في العراق. هناك كثير مجموعات الآن شاركت فيها وساهمت بنصوص متواضعة فيها. فإذا المسألة الآن أصبحت مفتوحة، ولكن على القاص الليبي أن يتجاوز
أيضا مثلا إبراهيم الكوني الآن انتشاره واسع جدا، لما اتيحت له الفرصة في الخارج ومن شره ترجمت أعماله اتيحت فرصة. محمد الأصفر، هشام مطل يكتب باللغة الأجنبية، الكثير من الكتاب الآن، خالد مطاوع، كثير من الأدباء والكتاب الليبيين، سالم العبار ترجمت له مجموعة قصية الفرنسية، أحمد يوسف عقيلة وهو قاص مجدد وجيد جدا وممتاز، يعتبر من جيل الثمانينيات والتسعينات ومن المجددين، أحمد يوسف عقيلة ترجمت مجموعته في فرنسا. الكثير الآن من الأدب الليبي أصبح يترجم للخارج وأصبح ينقل للخارج، ولكن ما ذكرت الآن شبكات التواصل الاجتماعي هي انفتاح للأديب الليبي، الكتاب الليبي، والكثير من الشباب الآن أصبحوا في تواصل مع هذه الشبكات وأصبحوا فعلا معروفين وانتشروا على مستوى الوطن العربي. هو طموحي الحقيقة هو إنجاز مشروعي القصصي المتواضع، لدي الكثير من المخطوطات جاهزة للطبع، أتمنى ألا أتأخر في تقديمها إلى المتلقي إلى القارئ، لأن الكاتب مشروعه هو نص الأدبي وكتاباته، فكلما انتشرت هذه الكتابات وانطلقت بدل أن تكون حبيسة للأدراج تكون يعني سعادة غير محدودة للكاتب. أيضا أطمح أو أتمنى أن ينتقل هذا المجتمع، مجتمعنا الليبي، بعد هذه المرحلة الصعبة من الصراعات ومن الدم ومن التفكك ومن التشظي إلى مجتمع متفتح، مجتمع إنساني، مجتمع تسوده المحبة والود، ولن يتحقق هذا إلا إذا عولنا على الثقافة كمشروع، فالثقافة هي المسؤولة عن أي شيء، والثقافة لدى البعض يعتقد أنها هي تنحصر في الشعر والموسيقى والفن، ولكن الثقافة بعمومها بمفهومها الواسع تشمل كل شيء، سلوكنا، لأن السياسي هو منتج ثقافي لمجتمع، المعلم هو منتج لثقافة المجتمع، الدكتور هو منتج لثقافة المجتمع. صحيح قد يكون الإنسان متعلما، ولكن الثقافة كيف تعلمك كيف تربط علاقات بين ما تعرفه وما تعلمته. أحيانا يكون الإنسان متعلما وراقيا ولها شهادات، ولكنه لا يجيد التعامل، فالثقافة هي المسؤولة على تنظيم هذا المجتمع، فنعول على الثقافة، وإذا استطاع هذا المجتمع أن يحقق ويؤسس لثقافة عميقة إنسانية تأكد أن جميع المشاكل ستنتهي. ولكن طالما ما زلنا نهمش الثقافة في هذا المجتمع، ثق وتأكد أن كل الفوضى ستسود وكل الأمور ستسود.